الساحات القديمة تشكل اليوم معناها حل من الحلول للحد والتأقلم من التغيرات المناخية، باعتبارها أولا كمنظومة هي فيها تشكل معناها أمبوي ناتوريل، معناها مخزون طبيعي للحد من اثار الغازات الدفيئه. في نفس الوقت اليوم برشا عديد المهن الخضراء تنجم تثمنهم توفرهم الواحات القديمه، هذا كله هيك بشروط بالطبع كونها تتوفر حلول عمليه لمشكل التشتت الملكيه، مشكل حوكمه تصرف المياه، مشكل تغدق التربه، مشكل الامراض اللي بفعل التغيرات المناخية تكثفت، خاصة كونه نعرفوا اللي درجات الحرارة ماشية باش ترتفع والتساقطات باش تكون معناها أقل بكثير من هنا ل 2050. المنظومات المرنة، هذه المنظومات ذات الطوابق، هي منظومات صمدت عبر التاريخ، وفي ظل المتغيرات المناخية بان جلي اللي هالمنظومات هذه أكثر مرونة من المزارع أحادية الصنف، أحادية النوع، أحادية الصنف دقلة نور فقط، لأن فيها استنزاف للموارد المائية، استنزاف للموارد الطبيعية، فيها مشاكل على مستوى تأثير الحرارة على جودة التمور. الواحات القديمة هي اليوم في مفهومها وأبعادها الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية هي المنظومة اللي نأمل من خلالها تعزيز تأقلم الواحيين في مناطقهم والحد من في تطويرها ثم حد من هجرة مناخية مستقبلية. اليوم الحل هو في كونه كيفاش نرد الاحداثات الجديدة واحات، دونك لازم نكثفوا فيها الزراعات البينيه ونكثفوا فيها في لحظات ثلاث طوابق اللي نستغلوا باش نثمنوا المياه ونقصوا من البصمه المائيه لمنتوج التمور صنف دقلة نور، وكذلك نعزوا التأقلم بتكثيف معناها التنوع البيولوجي في الاحداثات الجديده هذه. ونعتبروا اللي اليوم تونس خاصة في ظل الدراسات اللي قاعدة تقوم بها حول مكان من العمل الأخضر في إدارة المساهمات المحددة وطنية في إطار التغيرات المناخية في مجال المنظومات الوحية، فما عديد المشاريع الخضراء اللي تنجم تكون موجودة في الواحات وفي الإحداثات الجديدة.